شوارع دبي بموكب استعراضي جمع أجمل السيارات الفارهة تقدمتها سيارات شرطة دبي، فيما تجمهر المئات من المتفرجين من سكان الإمارات وزوارها على امتداد الشوارع لتوثيق هذا الحدث المميز الذي يقام للسنة الثالثة في إطار مهرجان دبي للسيارات. وانتهى الموكب بتتويج النخبة من هذه السيارات التي توزعت على ثلاث فئات، وفاز الإماراتي حسين أحمد عبد الله بالجائزة الأولى عن أفضل سيارة معدلة، فيما فاز الأمريكي جون هوبي بأجمل سيارة كلاسيكية. أما أفضل سيارة خارقة في المهرجان فكانت من نصيب المقيم الكندي في الإمارات عبد الله حسين بسيارته المكلارن الجديدة. My car is around $400,000. I love this car. This is the fourth car that I bought from Habtour Prestige. It's a supercar. It is everyday car. It's a supercar, street car, fast car. Just can't beat it. ولفتت سيارة من نوع كوبرا أنظار زوار المهرجان على الرغم من فوزها بالمرتبة الثانية عن فئة السيارات المعدلة. This is a Cobra. It's a AC Cobra recreation. The original model is from 1965, but this is a 2015 model, and it was built for me in the UK to my specifications. The start date from the company was in February this year, and they took 9 months to complete it. أما السيارة الفائزة بأجمل زينة للعيد الوطني فكانت من نصيب شباب بريطانيين. Been living in the UAE since we were born in the UAE, so we really wanted to show our love for the country and our love for the flag, and we just love the UAE, and this is the best way to show it.